شكرا للزميل نزار الزغدودي على إنجاز هذا التقرير. وفي ملف قطاع النقل ينضم إلينا السيد فيصل الإسطنبولي رئيس ديوان وزير النقل، أهلا بك. أهلا بك مدام، شكرا لك على الحضور. نشكرك على الاستضافة. شكرا لك. رحبوا أيضا بزميلنا الصحفي أيمن الحرباوي للتعليق أيضا على هذا الموضوع، وباعتبار الأهمية الاقتصادية لقطاع النقل تحديدا، حيث يساهم بدرجة هامة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني. نتحدث اليوم عن قطاع النقل، لكن قطاع النقل ملف كبير وكبير جدا، باش نخصوا أربعة محاور نتحدث فيها اليوم. نبدأها بميناء رادس التجاري ووضعية ميناء رادس التجاري، ثم نتحدث على العودة المدرسية وتحذيرات وزارة النقل والاستعدادات للعودة المدرسية. تحدثوا أيضا على انخراط وزارة النقل في البروتوكول الصحي وأيضا في أيامات التلقيح. نتحدثوا على النقل البري أيضا، معضلة النقل البري ومشكل الاكتظاظ. لكن خلينا بداية ونفتح هذا الملف معك سي فيصل الإسطنبولي رئيس ديوان وزير النقل، نتحدثوا على ميناء رادس التجاري. لماذا ميناء رادس التجاري في هذه الوضعية المتردية اليوم؟ شكرا، نشكرك مجددا على هذه الاستضافة. كما نعرف ميناء رادس مشاكل قديمة ومتجددة، معنا ستان كيمول اللي هو تراكمات نتاع مشاكل وإشكاليات في ميناء رادس. نعرف ميناء رادس منذ أحداثه سنة 86 كان مخصص، والتصميم نتاعو مخصص للسفن المجرورات. نعم، ما نجموش نقبلوا الحاويات. هذا أول إشكال يشهدوا ميناء رادس منذ أحداثه. الآن ميناء رادس 75% من الفوليوم جلوبال نتاع الحاويات اللي يدخلوا لتونس للبلاد التونسية يمر عبر ميناء رادس، ألور كو هو ماهوش مخصص، إنو سابريت با للقبول الحاويات هذه. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية اللي معناها تعمقت في الأيام الأخيرة هي معناها حدوث ضغط كبير على ميناء رادس، سيرتو ريسك وقفنا شويه المعاملات العاديه باش زربنا القبول نتاع الحاويات نتاع المعدات الطبيه والسهريز الاكسجين ايترا اللي جاونا عديد السفن، بارك الله فيهم، البلدان الصديقه والشقيقه اللي معناها عاونوا الشعب التونسي، وقفوا فيه في المحنه اللي تعدينا بها في شهر جويليا واوت. هذا اللي زاد معناها، وهنا بربي مدام نحب نشكر معناها اعوان الميناء والستيان، واحد اللي ليلة نهارا عملوا باش الأكسجين والمعدات الطبية توصل إلى مستحقها. الإشكال الثالث هو ميناء رادس ما فيش ريال، ما عندوش مخطط جولان. عندنا المجرورات، هذوما المجرورات هما اللي تسميه رورو، هذوما اللي يهبط الرمورك تهبط ديريكت معناها من البابور وتمشي على روحها، أسهل من التعامل مع الحاويات. واضح. يعني لهنا نفهم من كلامك، هل أنه السفن التجارية اليوم والموانئ التجارية الموجودة في تونس قادرة على استيعاب كثرة السفن التجارية الدولية أيضا اللي تجي، أم أنه الميناء التجاري سواء كان في رادس أو غير رادس ما همش قادرين على استيعاب الضغط الكبير؟ هو شوف، مع نمو المعاملات الاقتصادية، مع التفتح الأكبر لتونس، قاعدين نوجهوا في السفن هذه إلى بقية الموانئ التونسية، سيرتو توا بنزرت ميناء بنزرت منزل بورقيبه خذا معناها بايو معناها من التوجيه، ميناء سوسه التجاري، ميناء صفاقس، ميناء جرجيس زاد بدرجه اقل، ميناء جابس اللي هم موانئ مختصه في بعض المواد، نقصت على رادس توا. رادس ريالمون قلت لكم 75% من الحاويات و65% من المجرورات، معناها ديجا ثم 35% و25% يمشيوا ايور السيكول. وديما نقولوا انه يمكن الحل الامثل للوضعيه نتاع ميناء رادس ووضعيه الموانئ نتاعنا هو الاسراع في انجاز ميناء نفيذه، ميناء المياه العميقه بنفيذه، اللي هو معناها سيكون من الحلول اللي تنقص او تخف علينا الضغط، وممكن تجلب نوع اخر من البضائع ومن السفن العملاقه الى تونس.
معناتها بالرغم يعني من حجم السفن الناشطة دوليا سي فيصل في الموانئ التونسية، غير أنه اليوم الميناءات التونسية غير قادرة على استيعاب أكثر من 50% معناتها من السفن هذه متوجهة لنا بالطبيعة. الأسباب تعود هل أنه الوضعية الميناء، عدم إمكانية معناتها التوسعة، طاقة الاستيعاب لا تتحمل، أو أنه معناتها خاطر نسمع دائما على الاكتظاظ والحاويات اللي تقعد بالأشهر في الميناء وما تنزلش، بعد ندخل نشوفوا العلاقة لهنا بين ديوان الموانئ البحرية والشركة الوطنية للشحن والترصيف، نشوفوا معناتها لهنا المهام متاع كل واحد فيهم. يعني اليوم علاش هذا الاكتظاظ والمشاكل اللي تقع من جراء هذا الاكتظاظ، يعني الحاويات اللي تقعد بالأشهر مطيشة يعني في الميناء؟ أنت حطيت أشرت إلى معناه مشكلة مهمة في ميناء رادس، هذوما الحاويات اللي تقعد بالأشهر. العديد من الموردين والمصدرين ولا يستعملوا ميناء رادس كباركينج. باركينج بريسك بلاش فلوس، يجي يقعد غادي عنده الحق في 4 أشهر وعشرين يوم في بقعة، عنده الحق يعني القانون، عنده القانون يخول له بدون أنه يدفع، ولكن ثم اللي عنده سنوات. الإشكال هذا زاد عمق الإشكال متاع بورتراس. عندنا مئات الحاويات اللي محطوطة منذ حتى اللي عندها سنوات بتاتر، هذا زاد عمق معناها زاد نقصنا في المساحة المستغلة. مع عدم وجود مثال جولان معناها اللي يخلينا نجمو على الأقل نستغلوا ما يمكن استغلاله، وهذا اللي تعمل عليه توا وزارة النقل اللوجستيك بالتنسيق كما قلت سيادتك مع ستام ومع ديوان البحرية التجارية. طيب. اللي قاعدين توا نعدوا في مثال جولان جديد لميناء رادس. قاعدين نحاولوا رقمنة، خاطر شوف تو سباس بار لا ديجيتاليزاسيون زيد، قاعدين نرقم معناها نحاولوا رقمنة المعاملات في ميناء رادس. عندنا سيستم توس اللي نسمعوا عليه ونحكيوا عليه عندنا مدة، إن شاء الله يتفعل بصفة تامة في القريب. اليوم برك في ميناء رادس كان لنا اجتماع مع لخيان على الرقمنة، لكن هل حقيقة تم إرساء منظومة رقمنة اليوم ميناء رادس؟ موجودة المنظومة. نعم. ولكن الاستغلال والاستعمال متاعها هو اللي مازال معناه يلاقي عديد الصعوبات. هو شوف من ناحية، وأنه هذه المنظومة سيرتو التاس، هما ثم زوج منظومات التاس والغاس نتاع الأبواب اللي هي الغاس جيت أوبريتينغ سيستم والتيرمينال أوبريتينغ اللي تعرف معناها على المسطحات المينائية اللي تير بلان. كل واحد معناها كل متعامل في الميناء يلقى يعرف الكونتينر نتاعو وين. الإشكال هنا وأنه يلزم كل المتدخلين يكونوا معناها يخدموا معناها اون سينكرونيزاسيون مع بعضهم. عندنا راه ما نقولوش راه المتدخلين في الميناء هما ستام وديوان البحرية، راه ثم الديوان التونسية شرطة الحدود والأجانب، وسيرتو عندنا لي ترانزيتير ولي ترانسبورتور وإلى آخره، معناها القطاع الخاص والقطاع العام وكل كان ما ثماش تنسيق تام بين كل الأطراف هذه. وهذا اللي ندعو له احنا ونعمل عليه في وزارة النقل، معناها باجتماعات متعددة قاعدين باش نحاولوا نسقوا بين كل الأطراف هذه، ما نجموش ننجحوا. طيب. خاطر ما يكفيش وأنه عندك منظومة من أرقى ما ثم في العالم وإلا باش نحطوها هكاك تمشي وحدها، يلزم ثم ناس أشخاص اللي تكون مقتنعة بها وتحب زادة تنجحها. هل الموانئ التونسية متاعنا تستجيب للمواصفات الدولية الحديثة؟ تستجيب. نعم. هل هناك نقل متعدد الوسائط موجود، معناتها ممكن انه يخفف عبء نقل البضائع والتكلفه ايضا؟ والله شو نقول لك، احنا توا النقل متعدد الوسائط يلزموا لي زوتوروت بارتو، يلزم السكه الحديديه بارتو. احنا توا العمل على ميناء نفيذه بار اكزومبل، وانه مش تكون اون زون ملتي مودال، معناها زون لوجيستيك وفيها الترانسبور ملتي مودال متعدد الوسائط كله، معناها احنا نفيذه ان شاء الله نحبوا نوصلوا لها القطار والمنطقه اللوجستيه والبرت والمطار موجود. نحبوا ان شاء الله تكون هي معناها هي اللي مش تدفع ويمكن بتقدر تحسن ولا ترتقي بالجودة حتى للنورماليزاسيون بتاع الموانئ التونسية. قبل ما نجيك أيمن باش كمل ونختم معك في آخر سؤال في النقطة هذه، حبيت نتحدث على حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد التونسي جراء تردي مردودية ميناء رادس. هو مانيش مش نقدم بتات الرقم معناه مباشر، ولكن ثم الانتظار بيان سور انتظار البواخر
هذوما لي اونراد يبداو، ثم لي سوريستاري هذوما المعلوم الاضافي. قلت لي يقعدوا بالاربع شهور وما يدفعوا حتى مليم. لا هذوكم لي كونتينر، لي كونتينر موجودين على المسطحات، اما لي نافير عندنا لي كي اللي هما موجودين. اوكي. واللي ما عادش ينجموا يفيوا بالحاجه نتاع الميناء خاطر البواخر اكثر من اللي كي مع البطء بوتيتر في التفريغ والاجراءات هذيك الكل، ثم خاطر بطء في التفريغ، ثم بوتيتر زاد بطء في الاجراءات الديوانيه بيدها ولا تاع التسريح نتاعهم. وهذا مدام مشينا تو في اضباره النقل الياس دو ترونسبور اللي تو ماشيين قاعده تخدم ديجا، وانه واحد من داره ان ترانزيتير ولا واحد يعمل ولا الاكسبورتاتور ولا الامبورتاتور يا معناها يقوم بكل الاجراءات اون لين، معناها جوست يهز الكونتينر ويتبع تفعيل منظومه الرقمنه لهنا زيد. وحاجه اخرى مدام، عندنا المشروع الكبير اللي في ميناء رادس اللي هو تهيئه الارصفه 8 و9 اللي هو مشروع كبير برشا، وان شاء الله مش يسهل العمل. هل هناك ارصفه تم اغلاقها يعني ماهيش قاعده تشتغل؟ لي بور لو مومون تشتغل الأرصفة، ولكن هذا المشروع كبير هو مع التحدي الألفية مع المنظمة الأمريكية هذه، هو هبة بقرابة 324 مليون دولار، قرابة 1000 مليار من المليمات نتاعنا، باش نهيئوا الأرصفة هذه 8 و9، وإن شاء الله مش تحسن هذا بتاتر منا ل 2025 إن شاء الله المشروع يكون حاضر إن شاء الله. بيه. إن شاء الله نشوفه ميناء رادس في حلة جديدة. أكيد باش نرجع معاكم ونتحدثوا زيدا على الإنجازات اللي قاعدة تقوم بهم وزارة النقل لإصلاح المنظومة ككل، منظومة ميناء رادس، كيفية العمل عليها اليوم، هذا كل نشوفه معاك سي فيصل. أيمن، وضعية ميناء رادس نعرف أنه قاطرة مهمة في الاقتصاد التونسي، مداخيله اللي معناتها تدخل الدولة التونسية أيضا مداخيل هامة اليوم، معناتها ككل القطاعات خلينا نتحدثوا معناتها يشهد تعطل، ضعف الإنتاجية، ضعف المردودية، إلى أي مدى يمكن أنه يأثر إذا كان ما نسرعوش في عملية الإصلاح؟ بالضبط كما كان يحكي الأستاذ، اليوم نحكي على ميناء رادس، على ميناء يعني تم تشييده يعني لغاية معينة، واليوم قاعد يخدم في حاجة مش هي اللي على خطرها أو اللي على أساسها تشيد الميناء هذا. يعني الأصل فيه إنه راهو عنا سنوات من اللي غيرنا ميناء رادس. حاجة أخرى نحكي على الديجيتاليزاسيون والرقمنة، هذا تقريبا وإن شاء الله تاون بعد زيد يصلح لي ربما بالمعلومة، نحكيو على لي دو سيستيم هذوما من 2018، على اساس تم تركيزهم من 2018، احنا اليوم 2021 وما صارش التفعيل. لكي هذوما او الناس خلينا من الكي 89 اللي هما ولاو تقريبا مسلسل ديما نحكيو عليهم في كل مره توسيعه الميناء، ان شاء الله مع الشراكه هذه مع المؤسسه الامريكيه يتم الموضوع هذا. ولكن ثم اشكال هنا، انت تحدثت على توسيعه المواني البحريه، ثم يلزمنا نعرفوا انه المواني البحريه يعني هي مطوقه بالمدن، ممكن هذا يعيق يعني امكانيه توسعتها؟ هذا ممكن، ولكن الجانب اللوجستي هذا اكيد يلقاو له حلول، فتنجم تغير مكان الميناء، تنجم توسع فيه، يعني الحلول هذه تنجم الدوله تلقاها، ولكن احنا نحكيه في حلول قادره تربحنا اليوم. يعني حلول موجوده، سيستم موجود، علاش ما يتمش تفعيله تو 3 سنين؟ يعني ما حكيناش على انه نغيروا ميناء كامل ولا ميناء مياه عميقه اللي هو هذا حلم، يعني تعانا 10 سنين نحكي على ميناء المياه العميقه اللي كان في بنزرت ثم تغير مكانه في اللي في النفيذة. هذا اشكال اخر. اليوم المشكله نتاع ميناء رادس زاده معناتها اللي ترسي في الميناء، والبضائع اللي ما يتمش يعني تنزيلها من الميناء وتقعد معناتها غاديك زاده بالاشهر. اليوم التداخل يعني لهنا ما بين عمل ديوان المواني البحريه والشركه التونسيه للشحن والترصيف، هل انه المؤسسه هذه قاعده تستوعب في الحجم نتاع يعني لهنا يعني شركات الشحن اللي تجي ميناء رادس، هل انه قاعده تستوعب ام لا؟ والا معناتها قاعده تزيد تضعف زاد في مردوديه الانتاج داخل الديوان؟ لهنا نتساءل. عندك شي اجابه ايمن والا نمشي سي فايز؟ بالضبط، انا كي نحكيو على المشكله هذه، ما دام احنا عندنا برشا مشاكل، دونك الاشكال مركب،
فما نجموش نحكيو على ستام وحدها ولا نحكيو على وزارة النقل وحدها ولا نحكيو يعني اليوم نحكيو وزارة النقل تقريبا عندها نهارين ثلاثة مهبطة بيان تقول للناس اللي يستعملوا في الميناء يهديكم ربي يجيو هزوا السلعة متاعكم راهو ما عادش نجموا نخليوها غادي. شكون المسؤول اليوم باش يغير قانونه وينقح؟ ما عادش يقعد أربعة ما عندوش الحق يحط أربعة شهور السلعة متاعو في بلاصة ماهيش مهيئة لهذا. وزاد طلبة الناس اللي يهديكم ربي كان باش عندك كمية أو عندك منتوج باش تصدروا حاول جيبوا بالله الأجور جي ولا قبل بنهار ما تجيبش تحط لنا منتوجك تخليه في الميناء لانه ما عندناش كيفاش. دونك جانب لوجيستي صعيب واشكاليه صعيبه ما نجموش نحكيوا عليها بمعزل على مشكل تونس الكل. يعني توا السيستم محطوط من 2018 ل 2021 ما تمش تفعيله. المشكله وين يعني؟ به مهم برشا اللي تحدث عليها ايمن سي فيصل، لكن حبيت لهنا نتحدث على نقطه مهمه اللي هي مدى مساهمه يعني لهنا الممارسات النجم نقولوا اللا قانونيه واستفحال الفساد ايضا داخل الميناء في انه يضعف اداء حركه الشحن والترصيف وحركه التجاريه داخل الميناء. احنا الاشكاليات هذه نعرف انه ثم ملفات تم احالتها للقضاء. الاشكاليات هذه كلها واعين بها مقتنعين بها ونتابعوا فيها. ثم عديد الملفات وعديد الإشكاليات في بورترادس. إحنا حتى كي واحد وصلنا في وقت من الأوقات بورترادس هو وهو 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 معناه ما هذا الواقع متاعنا اللي وصلنا له. إحنا بالاشتراك مع الأطراف كل متدخلة في ميناء رادس قاعدين نحاولوا في إعادة تنظيم الميناء. الوزارة قاعدة مع اللومن مع الديوان البحرية والستام والمدخلين الكل نحاولوا إعادة تنظيم الميناء وتغيير الواقع. هل هناك حسن تصرف في إدارة الموارد البشرية؟ هذا سؤال مهم أيضا له. شوف احنا قاعدين قلت لك مدام وأنه هم هذوما شركات وطنية قاعدين نتابعوا فيهم عن قرب وشرتوا الإشكالية هذه. احنا قلت لك صباح اليوم كان عندنا اجتماع في ميناء رادس مع لخيان للهين بالطاس واضح وسمعنا عديد الإشكاليات والمشاكل اللي خلات الطاس انطلق في 2018 وقف معناها جوست فتره صغيره وقف. ولليوم احنا 9 سبتمبر 2021 بريسك إل نيبا معناها اوبيراسيونيل نقف عليهم قاعدين الاشكاليات هذه وقاعدين نحاول خاطر حتى الاطراف المتدخله يقول لك احنا نحبوا ضمانات لعمل هذه المنظومه. فما برشا اشكاليات راهو اللي عميقه في ميناء رادس. خلينا نجيو الاجراءات اللي قاعده تقوم بهم اليوم وزاره النقل باش تصلح على الاقل الوضعيه اللي على امتداد 10 سنوات من الثوره عمال معناتها كل مره نشوفوا في المردوديه الانتاجيه عمال وين تنقص. خلينا نتحدثوا على النقطه هذه سي فيصل، شنو هو الاصلاح اليوم اللي قاعدين تقوموا به؟ انا بكري عرفتهم في وسط الواحد هو طيب. اهم الحاجات اللي خذيناها وانه ميناء رادس ولا يخدم 24 ساعه على 24 ما عادش ثم توقف الكل تو يخدم 24 ساعه على 24. وهنا دعوه الى كل المتدخلين وكل الشركات التصدير والموردين الى استغلال الفتره الليليه باش يدخلوا لي كونتينر نتاعهم على الاقل باش يخف الضغط في النهار على الفتره النهاريه. وان بلوس حتى التنظيم انت ساعات تلقى واحد الصف يبدا كيلومترات وعندنا تصدير وثم دي كونتينر اللي ماشيين للتصدير والبابور واقف ولكن في وسط الكونتينرات هذوك في وسط الكمين هذوكم الصف ثم دي كونتينر فيد اللي مش يحطوهم في البورت مش يخليهم في باركينج. هذا اللي يعطل كل شيء. انا ندعو هي راهو حتى الوعي توعيه كل المتدخلين في الميناء راهو برشا حاجات جوست معناها يلزمهم معناها قرارات صغيره خفيفه وتتحسن الامور شوي. عندنا حاجه اخرى هي كما قلت لك بكري اعاده استغلال المسطحات هذوما اللي عليهم اللي عاملينهم باركينج وتنظيم زاد الجوالين راهو مشكله وانه كميون ساعات خطر الاليات نتاع ستام كبار معناها ديجيون لي ريتش ستاكير وهذوما لي كافالي جربر وهما يهزوا لي كونتينر والاخرين كمان تهز المجرورات. يظهر لي سي فيصل اليوم ميناء انفضة اذا كان تم اعتماده بمقاييس يعني عالميه حديثه ممكن انه يخفف برشا الضغط على ميناء رادس وميناء سوسه ايضا. باش نمشي لنقطه معينه اخرى في علاقه بقطاع النقل البري. نتحدث على السكك الحديديه، قطاع الضاحيه الجنوبيه، المترو الخفيف، خط تونس حلق الواد المرسى، شبكه الطرقات، الحافلات، الواجهة
مراج تاكسي وتاكسي جماعي. هذايا الكل ما احناش باش نتحدثوا فيهم، هذايا قطاع النقل البري عامة. اليوم تقريبا 65% من التوانسة يستعملوا حافلات النقل العمومي، 58% يستعملوا المترو الخفيف، إلا أنه نسبة الرضا على أداء النقل العمومي لا تتعدى 20%، اللي هي 20% تعتبر معناتها قاعدة تتقدم، لكن أكيد ثم إخلالات. ما هي استعدادات الوزارة اليوم لموسم العودة المدرسية؟ وتعرفوا أنه الضغط باش يكثر، وأكيد معناتها باش نتبعوا يعني البروتوكول الصحي. شنو عملتوا في الإطار ده؟ بيتي كنت طالب في الجامعة ولا في الليسي كنت أكيد. غير راضي على الحفلة اللي خفاها مالوريزمون. شوف أنا مش نبدأ من الأخر، النقل البري ليبيوس أموا وكما تقال في الروبورتاج في التقرير يلزمنا 1200 حافلة جديدة. هذه حاجة هو الأسطول قديش فيه؟ هو طوى الأسطول 4267 حافلة، وقديش تستعمل منهم؟ منهم 3157 حافلة اللي هي جاهزة للاستغلال، معناه بنسبة 74%. وراهو مدام بدينا الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية منذ نهاية السنة المدرسية والجامعية الفارقة منذ أواخر شهر جوان 2021. نسقت الوزارة مع شركة نقل تونس وشركة الجهوية اليوم عددهم 13 في مختلف ولايات الجمهورية، وبدينا نحضروا، ومن الوقت ذاك لتوا رجعنا للكورسة قرابة 341 حافلة اللي خذيت معناها اللي بدلنا لها المحرك متاعها، اللي بدلنا لها البواد فيتيس كاملة اللي هما معناها استثمارات. من جملة الحافلات هذوما عندنا 1806 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي. كيف تقيم جودة هذه الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي؟ شوف هما الحافلات بريسك الكل كيف كيف، يعني الأسطول عندنا جديد، عندنا المتوسط، ولكن احنا نسعى باش تكون الحافلات هذه تتوفر اهم شيء على شروط السلامة معناها. طيب ثم سياسات التقشف اللي تم اعتمادها يعني من قبل، هل ساهمت يعني اليوم في تردي أسطول النقل؟ شوف لم يتم الاستثمار في قطاع النقل لعشر سنوات عديدة. علاش؟ نعرف الوضعية متاع المالية العمومية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عندنا عديد الصفقات اللي تحت في الماء ما كملتش، معناها نبدأ ونعملوا إعلان طلب العروض عدد هام من الشركات وتكون غير مثمرة، وهذا راهو صفقة تيح في الماء متاع حافلة ولا متاع يلزمك عام عام ونص باش تتعاود، هذا أضعف الإيمان. الحاجة الثانية هو الغياب المال الفلوس برشا عندنا توا، هذه النقطة الأساسية عندنا توا، عندنا برشا شركات جهوية واحد معناها عندها ديبيوس حاضرين عند المصنعين ما نجمتش تاخذهم نظرا لغياب التمويلات او الاعتمادات اللازمه للحصول على هذه. وعندنا عديد الامثله مانيش نذكرهم، ولكن عديد الامثله توا اليوم شركات الحافلات بتاعهم حاضره محطوطه على ذمتهم، ولكن المصنع يقول لك اعطيني لاكونت ولا اعطيني لا غارونتي دو ليتا والا باش انا نسلمك الحافلات نتاعك. حبينا نسلمهم قبل العوده المدرسيه والجامعيه، وان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله نلقاو حلول. طيب. باش على الاقل دعم الامور هذه ان شاء الله العوده المدرسيه معناتها تكون الامور منظمه على الاقل، ان شاء الله احنا نخدموا عليها، الحافلات تجي في وقتها، المتروات تجي في وقتها، الاكتظاظ نحاولوا نكشفوا اكثر ما يمكن باش على الاقل معناتها الناس راهو في الصيف سي فيصل تقعد بثلاثه ساعات راهي تستنى في حافله باش تتعدى باش ياخذوها. اليوم معناتها تعرف يعني الظرف الصحي هو ظرف عالمي اثر على برشا قطاعات منها قطاع النقل. اليوم كيف استعدت وزاره النقل لمجابهة الظرف الصحي هذايا اللي أكيد ثم عودة مدرسية ويزمكم تاخذوا الحذر متاعكم؟ قلت لكم أنه قاعدين نحاولوا في تجهيز معنى أكبر عدد من الحافلات والمترو، عربيات المترو والقطار متاع الضاحية وقطار زادة مترو الساحل باش والشركات الجهوية بكلها باش نكونوا أموان معناها نحميوا المسافرين هذوما وقت ركوبهم امتتاءهم للحافلة، ومعناها طيب. إجراءات التباعد، وأنا توا هنا نزيد ندعوهم أكيد. باش ديما يلبسوا الكمامة وديما يحاولوا صعيب باش في الكار باش تبعدوا على بعضكم ولا في المترو نعرفوا الوضعية كيفاش. شكرا. ولكن مدام جوست حبيت نقول لك حاجة في الموجة في أول الأخير. السنة معناها حاجات ساعات كي باريس بيزار ثم مثلا الخط تونس المرسى متاع الحافلة أكيد. وقت اللي التلامذة يخدموا يقرأوا بالأفواج والموظفين بالأفواج نعم الخط هذا ولا لم نسبة الامتلاء نتاعو 120%. واضح.
هذا بالأفواج. شنو نفهم؟ شكرا لك. شكرا لك سي فيصل، إن شاء الله نرجع له الملف هذايا في معناتها يوم آخر. مشكور برشا أيمن، شكرا لك على الحضور معايا. شكرا أيضا سي فيصل اسطنبولي على الحضور معنا. يعني نجموا نختموا نقولوا أنه قطاع النقل هذايا شريان الحياة في تونس، من المؤمل أنه يتم العناية به. في أمان الله. فاطمة غربال، في أمان الله.